كباتن نختم خلينا نقول محور آخر وأخير، وهو بعض الأخبار والأنباء التي تتحدث عن احتمالية عودة لاعبنا ونجمنا بكل تأكيد حمد الهوني لاعب الوداد البيضاوي المغربي إلى الدوري الليبي، إما من بوابة السويحلي أو من بوابة ناديها الأم الأهلي طرابلس. بكل تأكيد حنتكلموا في هذا الملف مع الصحفي المغربي حمزة اشتاوي. حمزة أهلا ومرحبا بك في ملعب الوسط، منورنا دائما. نتكلم معك اليوم على وضعية حمد الهوني في الوداد، كيف تبدو وماذا عن الأنباء التي تتحدث عن عودته إلى الدوري الليبي؟ مساء النور زميلي العزيز مراد، مساء النور بضيوفك الكرام وبكل مشاهدينا الكرام في هذه الأمسية الرياضية. أهلا بك، سألتك عن الأنباء التي تتحدث عن عودة حمدو، وخلينا نقول هل هناك فعلا وضعية غير مريحة لحمد الهوني في المغرب؟ أكيد حمد الهوني نتحدث عن واحد من اللاعبين المميزين في الكرة الليبية، وكذلك من المحترفين اللي عندهم قيمة هنا في الدوري المغربي واللي ينتظر منهم الشيء الكثير. حمد الهوني لاعب بتجربة كبيرة، سواء تجربة دولية مع فرسان المتوسط أو كذلك من خلال تجربته السابقة سواء في الملاعب البرتغالية أو مع فريق الترجي الرياضي التونسي. حمد الهوني الآن حتى الآن لم يجد ذلك النسق الذي يمكن أن يخرج من خلاله أفضل ما لديه من إمكانيات. لعب حتى الآن تقريبا 8 مباريات فقط في الدوري، 4 في الدوري الأفريقي وكذلك 4 مباريات في دوري أبطال إفريقيا، سجل هدف واحد. ربما الإصابة التي تعرض لها في مواجهة إنيمبا في الدوري الأفريقي أثرت بشكل كبير على حمد الهوني. حتى الآن قبل هذه الحلقة حاولت أن أستقي بعض المعلومات من مصادر مقربة جدا من محيط فريق الوداد الرياضي. المؤكد هو أنه فريق الوداد متشبث بحمد الهوني، وحمد الهوني كذلك مرتاح في فريق الوداد الرياضي في الفترة الحالية. أكيد فوز المنظرتي كذلك المدرب الجديد القديم لفريق الوداد الرياضي يراهن على فارس المتوسط من أجل أن يستعيد عافيته ويكون ورقة رابحة في الفريق الأحمر. إدارة الوداد هل تلقت فعلا عروض رسمية من أجل طلب ود حمدو الهوني؟ هناك من أنباء تقول بأن اللاعب أو إدارة الوداد تلقت بعض العروض من أندية ليبية تحديدا، هل هناك شيء رسمي؟ لا، حتى الآن ليس هناك أي يعني عرض رسمي لحمدو الهوني. هناك كذلك حتى في المغرب تصلنا على أن هناك تقارير ليبية أو تقارير أحيانا المغربية تتحدث على أن هناك إمكانية لعودة حمدو الهوني إلى الدوري الليبي، خاصة في الميركاتو الشتوي القادم. حاولت كذلك أن أتواصل مع مصادر مقربة جدا في فريق الوداد الرياضي، لا شيء رسمي حتى الآن، وهناك يعني رغبة كبيرة من فريق الوداد الرياضي في أن يحافظ على هذا اللاعب، وكذلك رغبة كبيرة من المدرب فوزي البنزرتي للحفاظ على حمد الهوني ليظل في الفريق الأحمر حتى نهاية عقده الذي يمتد إلى صيف سنة 2025. شكرا حمزة، بارك الله فيك، يعطيك الصحة، وشكرا دائما على تواصلك معنا.